السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. وصفة لليوم مخلل اللفت. في ناس بتعمله بالبنجر اللي هو الشمندر، وفي ناس بتعمله بالصبغة. اليوم حنعمله مع بعض بالبنجر اللي هو الشمندر على طريقة الخاصة. بتمنى إنه الوصفة تعجبتكم وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات، أكيد رح أفرح فيها كتير. زي ما انتو شايفين ما شاء الله اللون روعة وإلو قرشة رهيبة. إذا سمعين انتو القرشة وبتكاتي وبحركاتي، إن شاء الله رح تستمتعوا من أول حبة بالمرتبان لآخر حبة. وإذا حابين تعرفوا أسرارها وكل تكاتها وسر لذذتها وطعمتها، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وخليكم معايا. في البداية عندي هان كيلو من أو كيلو نص من اللفت، ولازم تكون الحبات صغيرة. أنا ما كان عندي متوفر حبات صغيرة، فعندي هان حبات متوسطة، هاي اللي بيوصل عنا على ألمانيا، كتير ممتازة. ومهم جدا يكون لسه فيها بقايا من الورق الأخضر. نرفع العنق من فوق وكمان الجذور اللي بتكون في الأرض، ضروري جدا نغسلها منيح. وأنا هان غسلتها بواسطة ليفة تحت مية دافية مرارا وتكرارا، يعني كذا مرة، وضروري جدا تكون هيك ماسكة حالها وقاسية من جوا، ما تكون مفهفئة وزي الفلين. هلأ بنقطعها من النص، وبعد هيك بنبدأ نقطعها على شكل الهلال زي ما هو موضح قدامكم. إذا كانت الحبة كبيرة بتقدروا تقسموها من النص زي ما انتو شايفين. أنا هان كنت مخلصة كل الكمية وعملت على شكل هلال، وإذا كان كبيرة بتقدروا تقسموها زي ما وضحت قبل هيك. طبعا أيها أشياء الجلدة بدها احتفظ فيها، وأيها أشياء بتشوه منظر الجلدة زي خراب زي خدوش كذا بنرفعها عن الجلدة. الجلدة بتعطي طيابة وبتضمن لأنه احتفظ باللفت لمدة أطول بعد الكبيس. عندي هان حبتين من البنجر، ونفس القصة بغسلهم منيح بواسطة الليفة وبالمية الدافية كذا مرة، وبعد هيك بقسمها من النص، برفع الجذور طبعا والعنق اللي فوق اللي بكون موزع الوراق، وبعد هيك بقسمها على طريق أو على هيئة هلال زي ما هو موضح قدامكم، وبحطها فوق اللفت. إذا كانت الحبات أو حجم اللفت أنت اللي بتتحكم فيه، وبتقدر تتقطعيه الشكل اللي بتحبيه. إذا عندك كمان قطاعة مشرشرة بتكون حلو جدا. هنا حبتين البنجر أو الشمندر اللي عندي، أنا بدي أخذ حبة ونص منهم. طبعا هذا بأثر على لون اللفت بعد هيك بعد الكبيس. فيك تحط الحبتين كلهم، بس أنا اكتفيت بحبة ونص لكيلو ونص من اللفت. هلأ بلخبطهم منيح مع بعض، بحط 5 قرون من الفلفل الحامي، وبكون مجهزة ومعقمة مرتبان زجاجي. ضروري جدا يكون زجاجي، بيحفظ اللفت أو الكبس لمدة أطول، وما بتتفاعل المواد الكيميائية عن طريق التخليل بالوعاء البلاستيكي. ونحط اللفت في قلب الوعاء أو المرتبان الإزاز، وهيك بنحط بنات الطبقات فلفل حار. نحط كل كمية اللفت لحد ما نخلص. هلأ عندي هان معلقتين صغار من السكر، ضروري جدا، وعندي ربع كوباية من الخل الأبيض. وبعد هيك زي ما انتو شايفين برج المرتبان، الكاميرا مش مصورة. وعندي هان لتر من المية المغلية، بضيف لها 5 معالق من الملح الخشن الخالي من اليود، وبحركهم منيح حتى تصفى معايا معانا المية بالشكل اللي موضح قدامكم. هلأ بحط المية في شاف عشان يسهل علي اني اديره على المخلل اللي فات في المرتبان زي ما انتم شايفين. بعبي المرتبان للآخر وبتركه على جنب زي ما انتم شايفين. غطيت كل حبات اللي فات، بتأكد إنها اتغطت تماما، وبتركها لمدة 2 ساعة على جنب. بنلاحظ إنه اللفت بعد 2 ساعة دبل، ففي أحط كمية تانية من المخلل فوقيه عشان أضمن إنه المرتبان مليان على الآخر. وهيك بعد ما
أكدت إنه المرتبان امتلى، فحطيت كمان شرايح من الليمون. وظيفة الليمون هنا إنها تحفظ المخلل لمدة أطول، وكمان بتعطيني طعم روعة. طبعاً الليمون بقشره في سبيرتو، فالمادة العطرية اللي في القشر بتعطي طعم روعة للمخلل. وهاي الكمية المخلل اللي زادت معايا حطيتها في مرتبان تاني، وتعاملت معاه بنفس العملية اللي تعاملت معها في المرتبان الكبير. طبعا هنا زي ما قلت لكم خليته كمان ساعتين على جنب، وتاكدت انه دبل، وزدت عليه كمان كميه من المخلل والبنجر. وهلا بقطعه من نايلون قسمتها وبغطيها، بحطها على وجه المرتبان وبغطي منيح، وبعد هيك بقلبه على الغطاء. يعني بكون مقلوب المرتبان، الغطاء تحت والمرتبان لفوق، هيك بخليه لتاني يوم. بعدها بتاكد انه المرتبان انضغط معايا منيح. تاني يوم كيف بدي اعرف انه انضغط؟ اضغط على الغطايا، فطالما طلعش معايا صوت فهذا يعني لي انه المرتبان مضغوط. زي ما انتم شايفين حبيباتي، الخل معنا استوى وبشهي ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللون روعة، وان شاء الله كمان النتيجة روعة، لانه احنا المرتبان صغير خلصناه واكلناه وصحة وعافية على قلوبنا وقلوبكم. بس حبيت اورجيكم المرتبان الثاني كيف زي ما انتم شايفين هنا مضغوط منيح. هلا شايفين لونه بشهي وقاعد بفور، يعني محكوم منيح. شايفين كيف صبايا لونه حلو كتير، بس عشان الضوء كان مش معطي حقه صراحة. وكيف بفور؟ لأنه مضغوط منيح زي ما قلت لكم، هاي لونه بيها قد. لا طبعا احنا بدنا نطول الحبات من جوا. طبعا واللون زي ما قلنا دايما حسب انتي ما بتحبي. شايفين قديش لونه حلو؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يعني انا صراحة مش قادرة اصبر، ولا قادرة اصبر على الاولان المرتبان اللي راح ولا على الجديد. شايفين سبحان الله، الفلسطينية عندهم المخللات والبلاد العربية يعني فوق كل اشي. شايفين قديش حلو لونه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي الفلفل وهي الليمون، يا عيني يا عيني. بدي اجيب لكم حبة بنجر صراحة مش لاقياه. وينه؟ خليني ادور على حبة بنجر. هاي ليمون، هو هذا البنجر. شايفين اخذ كل لون البنجر. والناس اللي بتحبش البنجر، انا كمان زيكم الاول ما كنتش احب البنجر واحط لون صناعي، وبس هلا كتير لقيت طعمه طيب، العكس بقرش وبشهي زي ما انتم شايفين. والبنجر لونه بجنن. شايفين اللون؟ شايفين الروعة؟ شايفين الحلاوة؟ يا سلام يا سلام. بتمنى انكم تجربوه على طريقة صبايا. يا سلام يا سلام. بدها لقيت صحن حمص وصحن فول. يا سلام يا سلام. شو بده هذا صار يا صبايا؟ صحن حمص وصحن فول. يا سلام يا سلام لو فتت عدس. يا عيني يا عيني. نجرب بس حبة معاكو. يم يم يم. بشهي. اكلت نصه. شايفين قديش بقرش وقاسي وما شاء الله، وراح تضل بتاكلي منه بيقرش من اول المرتبان لاخره، اصلا مش راح يقعد يومين. يا سلام يا سلام صبايا، يعني طبق من الاخر ومظبوط، وراح يقرش معاكي من اول حبه لاخر حبه.
بتمنى منكم انكم تجربوا الوصفة بالطريقة اللي عملتها، حرقان وحموضة ولذاذة وقرشة بتاخد العقل، وراح تبيض وشك وولادك يحبوها وجوزك يشكرك عليها زي ما صار معايا انا كمان. حبيباتي جربوها جربوها وان شاء الله راح تعجبكم. واذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو لايك وشير، واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.